رجعنا لكم بعد الفاصل وبنستكمل مع بعضنا البعض أنواع الختان، وحلقة تهم كل سيدة في الوطن العربي وتهم كل أسرة عربية. ودايما هتابع ردودكم وهتابع التعليقات بتاعتكم والمسجات على صفحة الفيسبوك دكتور وائل البنا أو على اليوتيوب. رجوعا، شرحنا الأنواع المختلفة للختان في الجزء الأول من الحلقة. هقف وقفة صغيرة وأقول كالآتي: حتة التخفيف اللي هي الأولانية بتاعة البزر، أو الحتة اللي فيها كل الأعصاب الحسية عند المرأة أو عند الفتاة، ما بين مؤيد ومعارض ديني، أنا هقول لكم على حاجتين وانتوا بقى اختاروا ما تستفتي فيه قلوبكم ومرجعياتكم الدينية وكل اللي انتوا حابين تعملوه اعملوه بعده. العلمانيين والصفحات العلمانية اللي بحترمها كثيرا على الفيسبوك عملت هاشتاجز لمحاكمة هذه الطبيبة على الحوار اللي هي قالته أو موضوع المتعة الجنسية، وتهاجم أو هاجم الدينيين أو المتشددين دينيا فكرة الختان. أنا ما أعرفش هما بيتكلموا على أي نوع من أنواع الختان، التخفيفي ولا اللي هو البلاك تايب اللي هو السوداني أو التشويهي أو واتسو إيفر. بس أنا عاوز أقول على حاجة، فنانات هولي يعني من هوليود، هوليودية شهيرة أفرام هوليود، هؤلاء الفنانات وبصورهم وبعملياتهم على اليوتيوب، عمليات متصورة واقعيا، يعني ما فيهاش مجال ان احنا هنهزر مع بعض، عانوا من ان في بعض السيدات البزر ده عندها طويل جدا ويتدلى ويسبب لها نوع من انواع المضايقة في الحياة، سواء في ممارسة الرياضة او في المشي او في العلاقات او في اي شيء، في منظر هي تقول عن نفسها انه دميم. نقف، هي مش ابوها، هي مش جوزها، هي مش والدتها، تقول عن نفسها انه منظر دميم. فتذهب هذه السيدة الى بلاستيك سيرجن او الى رجل جراح شهير في كاليفورنيا او في نيويورك، ويقول لها انت في احتياج ان يحصل عملية تجميل لهذا البزر وقصه وتهذيب هذه الشفاء. ده مش في مصر، ده مش في السودان، ده مش في اي حتة، ده فين؟ ده في امريكا. والعمليات دي فين؟ متصورة فين؟ على اليوتيوب. باسم ايه؟ باسم vaginal rejuvenization او rejuvenation او عمليات انتعاش المهبل. وصلت للمشاهدين صح؟ طيب، إذن هؤلاء السيدات يضربون مثلا في كيفية تعامل المرء مع شيء خاص بتجميلي زي اللي مناخيرها مش عاجباها. ففي وجهة نظري الفلسفية، وهي ليست دينية، في وجهة نظري الفلسفية هذا والله ورسوله أعلم، إن الدين لو كان قفل على الحتة دي وقال لأ، كان هيبقى ده ضد الفطرة. فاتفتحت بمعنى إيه؟ إن لو في ست كان عندها هذا الجزء التشويهي أو هذا الجزء المدلى اللي مش قادرة تلبس فيه، طبعاً ده مش دين بقى، مش قادرة تلبس فيه بيكيني، أكلم واحدة من سيدات المجتمع الراقي أو واتسو إيفر أو واحدة متحررة، لأني كطبيب أنا طبيب الجميع في برنامج أستاذ في الطب،
لو هذه السيدة وهي لابسة المايوه البيكيني بتاعها وماشية متقززة من المنظر والجميع متقزز من هذا المنظر فلابد انها تتعامل معاه. طب لو هذه السيدة عندها وازع ديني، هتقول لي سيدة بتلبس بيكيني وعندها وازع ديني؟ يس دي انا لقط كتير. وهي ضد عمليات تسأل شيخ يقول لها لا حرام ما تقطعيش اي حاجة منك. اعتقد ان الدين كان يعلم في وقت من الاوقات كل شيء من الممكن انه يحصل كمرجعية، وان الفكر العلماني سوف يرتاح قلبه حينما ينظر الى هذا الموضوع من هذه الزاوية، وان الفكر الديني سوف يرتاح قلبه ويطمئن ويثبت اكثر حينما يعلم عن هذا الموضوع من هذه الزاوية. إذن في بعض من الحالات الديس فيجرينج أو اللي فيها نوع من واحد يقول لي إيه اللي أنت بتقوله ده معناه أصلا أنا عارف الفيسبوك والسوشيال ميديا يعني أنا معنى كده إن مناخيري مش عجباني أقوم رايح أصل لا ما حدش قال لك كده، بس في واحد مناخيره عاملة كده وفيها ورم هيسيبها كده؟ بفيما يدعى باسم الرجل الفيل ده إليفانت مان، أنا كلامي واضح، مناخيره عاملة كده وفيها حاجات مش هيسيبها كده؟ ده disfiguring، ده شكل مرعب. فالدين أعتقد إن كان في هذا المدخل من هذا الموضوع لحسن النوايا وليس للتشويه وليس للمسخ وليس للقتل. وهذه هي النقطة الفاصلة في هذه الحلقة. طيب مساوئ هذا الموضوع أو الختان، مساوئ الختان كثيرة وعديدة. واحد، نشر الالتهابات المهبلية والإفرازات عند السيدات، وهذا سوف ما نخصص له الحلقة القادمة من الأسبوع المقبل. اثنين، انتشار الأمراض الجنسية. ثلاثة، انتشار الإيدز والعدوى المختلفة وفيروس سي نتيجة أن هذه الأدوات، وحتى كمان ده انا رحت الدكتور او رحت الدكتور والله وانا رحت مش عارف مين ورحت الحكيم هناك وهناك وهو حكيم ادواته كلها مش متعقمه وادواته كلها بايظه واكم من المستوسخات وليست المستوصفات الموجوده في مصر اللي اقصى تعقيم فيها بيحط شويه كحول على الحاجه، فده بمثابه نشر لفيروس سي ونشر لمجموعه من الفيروسات المختلفه. صعوبة في الولادة والولادات المتعسرة، مشاكل بالجملة في الخصوبة والجماع، تأثر في الحالة النفسية تكاد تجعل السيدات كارهين الجماع، طلاقات بالجملة، مشاكل أسرية بالجملة، وعدم شعور بالنشوة على الأكيد، على الأكيد في الأنواع المتخلفة من الختانات والتي ليست لها علاقة بشيء يدعى التجميل أو البلاستيك كوزماتيك فاجينال أو الفاجينال ريجوفينيزيشن، عمليات انتعاش المهبل. واحد يقول لي إيه عمليات انتعاش المهبل دي اللي أنت قلتها لنا النهاردة؟ ده بتقول لنا حاجات غريبة. انتعاش المهبل دي عملية دلوقتي بيتحدث عنها الجميع في أمريكا، الست بعد 3-4 ولادات بتتبهدل من تحت والمهبل ده بي بي يعني بيوسع جامد جدا من تحت وتبقى الست عندها سقوط في المثانة وسقوط في المستقيم، والست تبقى لما بتكح تلاقي حاجات بتنزل منها والمهبل ده يبوظ لأن ربنا خلقه مجرى لخروج بيبي إلى الحياة، فترجع الست دي بعد 15 سنة 20 سنة هي وجوزها يفكروا بره ده تبع حاجة بقى بندعو ليها الوطن العربي كله، شهر عسل من أول وجديد، anniversary من أول وجديد، فتذهب إلى أطباء في كاليفورنيا ونيويورك يعملوا عملية زمان كانوا بيسموها التصحيح المهبلي في مصر، ده شغل بلدي طبعا، عملية لشد المهبل وتنسيقه وقوامه، وأحيانا منهم من يطلبون إن هم يرجعوا غشاء البكارة في هذه العملية وهم متجوزين عشان كأنها ليلة دخلة جديدة. طيب
تكملة للمشاكل اللي ممكن تحصل، المشكلة الأكبر اللي ممكن تحصل هي مشكلة في المسالك البولية والتهاب حاد في المسالك البولية، أو أحيانا بيحصل غلق لقناة مجرى البول اللي بتؤدي في نهاية المطاف إلى أن ترجع المية على الحالب ومنه إلى الكلى وتتسبب في فشل كلوي. ده الموت. لماذا يحدث الموت؟ يحدث نتيجة الشوك، الصدمة اللي البنت الصغيرة دي بتشوفها أو بتعانيها أو بتمر بيها، وكم النزيف الدموي الحاد اللي بيحصل لهؤلاء السيدات. ننتقل لموضوع